تاخد تتصور معاه. كل التفاصيل طبعا هنعرفها من الاستاذ حجاب عبد الاله المحامي شبيه الرئيس جمال عبد الناصر من داخل متحف الزعيم الراحل. مساء الخير. مساء الخير. عرفني بحضرتك الاول. انا حجاب عبد الاله المحامي. اه قول لي بقى ايه حكايتك والناس بتتعامل معاك ازاي وانت شبيه جدا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. رحمه الله عليه. حكايتي اهو الحمد لله ربنا اكرمنا ببعض الشبه من الشكل زعيم عبد الناصر، فده كرم من الله سبحانه وتعالى. تمام. النهارده كلمني عن النهارده بقى الذكرى 70 لثوره 52 المدينه. والله ثوره يوليو دي هذه الثوره لما تاخذ حقها في الايام يعني في الفتره الماضيه الاجيال الجديده المفروض تعرف ان ما هي ثوره يوليو، لان هي الثوره الام، الثوره الحقيقيه للشعب المصري. الثوره دي هتعتبر حاله ممتده الى ابد الابدين وليست مرحله، لان ثوره يوليو حققت الكثير للشعب المصري والوطن العربي والكثير والدول الافريقيه وبعض الدول الاسيويه وبعض دول العالم الحر. اهم مكتسبات الثوره، اهم مكتسبات الثوره طبعا اعتقد انها يعني مش عايز اقول تنحصر، ولكن يعني بناء جيش وطني قوي اللي هو دلوقتي مصنف من الجيوش الكبرى على مستوى العالم بسبب ثورة يوليو، التعليم وما مجانية التعليم اللي الناس يعني البعض بيهاجمها حاليا، اللي معظم من يقود مصر حاليا كانوا ابناء التعليم المجاني اللي هو كان من مكتسبات الثورة. بناء دولة مصرية حديثة، الاقتصاد المصري، الزراعة المصرية، التعليم،